مرحبا، مساء الخير وشكرا لمشاركتكم معنا في التحليل الفني المسائي من شركة وينزور. تاريخ اليوم 6/11/2012. بالنسبة للجدول الاقتصادي اليوم، نحن في انتظار نتائج انتخابات الولايات المتحدة، وقد يكون لها تأثير على تحركات العملات بخصوصا الدولار والأسهم الأمريكية. إذا بالنسبة لليورو، بنشوف إنه الاتجاه لدينا توقف الاتجاه عند الهابط عند مستوى 27.65. نرى محاولتين، لم يستطيع الهبوط أدناها، والآن هو يرتد بعض الشيء. هو الآن عند نقطة هامة، وهي تقريبا 28، ما بين 28.20 و 28.00. نستطيع أن نقول أنها نقطة مدار للتداول، أي أن تداول أدناها معناه أنه سيستمر في الهبوط مرة أخرى إلى 27.62، ولكن إذا ارتفع فوقها يكون استطاع الارتفاع فوق نقطة المدار والسعر المتوسط المتحرك 55، فتكون إشارة جيدة للصعود، ويصبح أول هدف للصعود. كما نرى لدينا قمة هنا عند 28.40. الصورة التي نراها الآن هو الرسم البياني على مدى الساعة. نرى أن مؤشرات لدينا إشارة من المومنتوم 22، إشارة صعود، ولكن الـ MACD ما زال يعطينا إشارة هبوط. فالارتفاع الذي نراه الآن ليس كافي حتى نقول أن هنالك انعكاس للاتجاه الهابط، ولكن فقط ارتداد طبيعي. وطبعا يجب على القمة التي ستتكون هنا أن لا تكون أعلى من القمة السابقة حتى لا يصبح هنالك خوف على الاتجاه الهابط، ولكن ربما نرى تداول ضعيف وعدم كسر أي مستويات أساسية انتظارا لنتائج الانتخابات، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات. الاسترليني، ملاحظة، استطاع كسر الدعم 60.00. طبعا دائما نقول أن هذا المستوى يعتبر psychological price. وأيضا نرى قاعين، أول قاع بتاريخ 29/10، وأيضا لدينا قاع هنا في تاريخ 19/10 استطاع كسره خلال الجلسة السابقة ليحقق لو عند 59.55. فالآن التطلع استمرار الهبوط ما دام التداول أدنى نقطة المدار والسعر المتوسط المتحرك التي تكون على مستوى 60.50. هبوط إلى أين؟ إلى 59.10. في حال صعوده فوق نقطة المدار يصبح الهدف 61.75، كما نرى محاولتين فاشلة في السابق. أول محاولة في 1/11 قبل 5 جلسات، والمحاولة التي كانت قبلها في 17/10 قبل تقريبا 20 يوم. مؤشرات الزخم تدعم الهبوط. دولار مقابل الياباني ما زال في اتجاه صاعد، تداوله يستمر داخل القناة الصاعدة. نرى أنه وجد مرة أخرى دعم عند المتوسط المتحرك 55، ومن ثم عاد إلى الصعود. فقد تكون هذه نهاية الارتداد الحالي. فطبعا أهداف الشراء هو القمة عند تقريبا مستويات 80-70، ولكن في حال فشل في الارتفاع فوق نقطة المدار يكون الهدف، نرى قمة هنا وتداول كثيف عند هذه المنطقة عند 79.85 تكون أهداف عمليات البيع. ولكن كل المؤشرات ما زالت تعطينا إشارة صعود. أيضا نرى ذلك من خلال مؤشرات الزخم. على مدى الساعة نرى نظرية مختلفة،
ويبدو لدينا أن هنالك انعكاس من الاتجاه الصاعد، فهذا مثال جيد لاختلاف النظريات ما بين زمن إلى الآخر. على الأربع ساعات نرى أن الاتجاه ما زال صعود، ولكن على الساعة نرى أنه هبوط، أي لدينا قمم أوطى على التوالي ولوات أوطى على التوالي، مؤشرات الزخم إشارات هبوط، ونرى أن التداول فترة طويلة كان أدنى المتوسط المتحرك، فاتجاه هابط واضح على الرسم البياني اليومي، ولكن اتجاه صاعد على الأربع ساعات. نرى نظريات عكسية في الزمن الإطاري المختلف. دولار مقابل السويسري اتجاه صاعد على مدى الساعة، القمة عند 94.50، هذه المقاومة الحالية وأهداف عمليات الشراء. رأينا هبوط ووجود دعم عند المتوسط المتحرك 55، وأيضا ستكون نقطة المدار، فهو مستوى جيد للخروج من عمليات الشراء أو الدخول بعمليات بيع في حال إغلاق الشمعة أدناه، ويصبح الهدف 93.90 لعمليات البيع. مؤشر MACD إشارة صعود، مؤشر مومنتوم 22 إشارة هبوط، فيوجد بعض الاختلاف ما بين مؤشرات الزخم. ملاحظة، نرى الدولار مقابل السويسري على المدى اليومي أن مستوى 94.40 مستوى مقاومة صعب اختراقه. ما السبب؟ رأينا محاولة قبل شهر تقريبا فشل فيها، ومن ثم هبط 220 نقطة، وأيضا نفس المستوى وصل إليه في تاريخ 1/10 فشل وهبط 150 نقطة. فهذه قد تكون السؤال حاليا، سيكون هل ستكون محاولة فاشلة جديدة أم سيكسر ويواصل الصعود؟ طبعا أهم هدف في حال مواصلة الصعود نرى قمة هنا عن مستوى 96.00. الذهب يحقق قاع جديد عند 1670، الآن يرتد 20 دولار. لدينا مؤشرات مختلفة حسب التقرير على الموقع، نظرية صعود بسبب تداوله فوق المتوسط المتحرك، عفوا فوق نقطة المدار عند 1683، فأيضا نرى تطلعات مختلفة من الرسم البياني الأربع ساعات والساعة. على الساعة صعود، نرى ارتفاع فوق المتوسط المتحرك، مؤشرات الزخم صعود وتداول فوق نقطة المدار، فلعنا الهدف حاليا على 1700، ولكن على الأربع ساعات نرى إشارات عكسية من كل المؤشرات، أي لدينا اتجاه هابط مستمر على الرسم البياني مدى الأربع ساعات. النفط بعد وجوده دعم عدة مرات عند مستوى 84.75، نرى خمس محاولات فاشلة ومن ثم عاد إلى الارتداد، فأهم إشارة هبوط يكون إغلاق الشمعة أدنى الدعم، ولكن حاليا يبدو أنه في حالة تراوح، وذلك التراوح من تاريخ 23/10. لدينا قمة عند 87.40، يبدو أنه الآن في طريقه إليها ليحاول للمرة الثالثة أو الرابعة اختراقها، وإذا استطاع فسنقول أن الاتجاه الهابط قد انعكس ولدينا اتجاه صاعد جديد، ولكن حتى الآن تستمر النظرية هبوط. مؤشر الأسهم الداو جونز، طبعا قلنا أن لدينا انتخابات أمريكية خلال اليوم، فقد تتغير النظرية كليا مع نتائج الانتخابات. على كل حال حاليا نرى ارتفاع بعض الشيء على الرسم البياني مدى الأربع ساعات،
يبدو أنه في طريقه إلى الدبل توب الذي نراه هنا عند 13220، ارتفع فوق المتوسط المتحرك، إشارة انعكاس للهبوط. أيضا نرى أن هنالك قمة هنا، فيوجد بعض المقاومة عند السعر الحالي 13120، فهل سيستطيع كسرها ومواصلة الهبوط إلى 13250، أم لن يستطيع ذلك ويهبط إلى خط الاتجاه الذي نراه هنا، وقد يجد دعم أو يكسره ويعود إلى أوطى سعر وهو 12930. ولكن في الأغلبية سنرى تداول ضعيف خلال هذه الجلسة انتظارا لنتائج الانتخابات. على الرسم البياني مدى الساعة، معظم المؤشرات إشارات صعود، ولكن يبدو أنها حالة تراوح. نرى عدة محاولات هنا، والدبل توب الذي تكلمنا عليه فهو ما زال يتداول ما بين هذا النطاق، فعلى مدى الساعة حالة تراوح، وقلنا على مدى الـ4 ساعات يبدو أن علامات الانعكاس من الاتجاه الهابط السابق بدأت. فهذا بالنسبة لتحليل اليوم، نشكركم على استماعكم، يرجى المتابعة معنا غدا الساعة 11 في توقيت قبرص المحلي. نتمنى لكم تجارة موفقة ومع السلامة.